بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل هذه الدروس لشرح مقرر تنظيم حاسبات 1. نحن في الباب الرابع بعنوان Programming the Basic Computer، وننتقل فيه إلى الموضوع التالي. الموضوع بعنوان Program Categories، وفيه نرى ما هي أنواع أو تصنيفات البرامج المختلفة. ماذا نعني بتصنيف البرنامج؟ تصنيف البرنامج المعني به كيف نعبر عن التعليمات والبيانات بالنسبة للحاسب. أول نوع هو الباينري كود أو الشفرة الثنائية. في هذا النوع يعبر عن التعليمات والبيانات في شكل أرقام ثنائية. إذن الباينري كود is a sequence of instructions and operands in binary that represents the instructions as they appear in computer memory. وبهذه الشفرة توضع التعليمات والبيانات في ذاكرة الحاسب. الحاسب دائما في ذاكرته نجد أرقام ثنائية. طيب، من علاقة الأرقام الثنائية مع الأرقام الثمانية أو السادس عشرية؟ من البديهي أننا نستطيع تحويل أي أرقام ثنائية لنعبر عنها بالنظام الثماني أو النظام السادس عشري. هذا يعطينا التصنيف الثاني، The Octal or Hexadecimal Code. This is a translation of the binary code to its octal or hexadecimal equivalent. تحويل مباشر من أرقام ثنائية إلى أرقام ثمانية أو أرقام سادس عشرية. إذا حولت الأرقام الثنائية إلى أحد هذين النظامين، نقول أن نوع البرنامج هو أوكتال أو هكساديسيمال كود. وبما أن هذه الأنواع الثلاث تعبر عن نفس الشيء، والفرق فقط في نظام الأرقام المستخدم، كل هذه الأنواع الثلاث يشار إليها بماشين لانجويج. The binary, octal and hexadecimal codes are referred to as machine language. هذه التصنيفات تسمى لغة الآلة. التصنيف الثالث symbolic code. ومع كلمة symbolic نعرف أن هنالك بعض الرموز التي دخلت للتعبير عن التعليمات. فعلا symbols are used to represent instruction. وكل symbol أو علامة أو رمز من هذه الرموز يمكن أن يترجم بدوره إلى رقم ثنائي. هنالك طرق مختلفة للتعبير عن الرموز بالأرقام الثنائية. البرنامج الذي يقوم بترجمة هذه الرموز إلى شفرة ثنائية حتى يفهمها الحاسب يسمى الأسمبلر بروجرام. Each symbolic instruction، أي تعليمة مكونة من رموز، can be translated into one binary coded instruction، يمكن تحويلها أو ترجمتها إلى تعليمة مكونة من الأرقام الثنائية by a special program، ببرنامج خاص يسمى called assembler. إذن ما هو الأسمبلر؟ هو البرنامج الذي يقوم بتحويل symbolic instructions إلى binary coded instructions. وفي هذه الحالة symbolic program يشار إليه بassembler language program، يسمى لغة تجميع أو assembly language. وهذه اللغة لأنها درجة قريبة من الأرقام الثنائية تسمى machine level language أو لغة مستوى الآلة. الكاتيجوري الرابع أو التصنيف الرابع هو high level programming language، لغات البرمجة ذات المستوى العالي. لماذا سميت بلغات ذات مستوى عالي؟ لأنها أقرب ما تكون إلى لغة المستخدمين، أي لغة الإنسان. لماذا؟ لأننا في هذه اللغات ذات المستوى العالي نستخدم جمل أو عدد من الجمل تشرح المشكلة المراد حلها، أي أنها اللغة أغلب أقرب بلغة المستخدم. وكل مجموعة من هذه الستيتمنتس أيضا يمكن ترجمتها إلى تعليمات مكونة من الأرقام الثنائية بواسطة برنامج يسمى الكومبايلر. هذا البرنامج يشبه الأسمبلر، ولكن
الأسمبلر يحول من السيمبوليك انستراكشنز من التعليمات ذات الرموز إلى التعليمات ذات الباينري نمبرز. أما الكومبايلر فيحول من الهاي ليفل بروجرامينج لانجويج ستيتمنتس إلى التعليمات ذات الأرقام الثنائية. وإلى اللقاء في الدرس القادم.